الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم سؤال وجواب للمتابعين في حسابي في الانستغرام موفتنس 1130، حطيت بوست قبل تقريبا 3 أيام وسؤال وجواب. قبل ما أبدأ أعطيكم ألف عافية على الدعم والمحبة واللايكات والاشتراكات، خلاص على مشارف 8000 مشترك، كل التوفيق لله سبحانه وتعالى ثم دعمكم ومحبتكم. نبدأ على بركة الله. والسؤال الأول، أخوي صحيح أن البروتين يسبب عقوق الوالدين؟ لا. أوكي، السؤال الثاني، تحياتنا كابتن، ممكن نصيحة حول ضعف عضلات اليد اليسرى لأنها تتعب قبل اليد اليمنى بتمارين الدنابل؟ يقول أنه عند عضلة اليد اليسرى تتعب قبل عضلة اليد اليمنى. عموما أول شيء تهتم فيه هو الإطالات، سوي إطالات لعضلات اليد اليسرى. الإطالات معروف أنها تساعد العضلات أنها تكون أكثر مرونة، فبالتالي راح يزيد من تدفق الأكسجين داخل العضلة، وأيضا بالتالي يزيد من قوة العضلة مع الوقت. على سبيل المثال عندكم لاعبين كرة القدم مثلا، الإطالات يوميا تقريبا يسوون إطالات، الإطالات عشان تساعد العضلة في أنها تتحمل الجهد الأكبر، تتحمل كميات أكبر من الأكسجين. وفي لاعب كمال الأجسام الإطالات تفيد العضلة في منع الإصابات وأيضا زيادة تدفق الدم للعضلات، وبالتالي زيادة حجم العضلة لاستقبال أكثر أكسجين والنمو العضلي في المستقبل. عموما هذا الشيء. الأمر الثاني، ممكن مثلا ابعد عن أي تمارين فيها بار للباي، لأن البار مثل ما أنت عارف راح يصير متوازي، راح ترفع بيدين مرة واحدة. لا، العب بالدمبل مثل ما ذكرت. شو سوي؟ إذا لعبت 5 مجموعات أو 4 مجموعات اليد اليمين، العب 7 مجموعات اليد اليسار، تحاول تزيد ترفع الوزن اللي تقدر عليه في اليد اليسار، وتحاول تزيد بشكل بسيط جدا مع الوقت، كل ما زدت من تمرينك مع الوقت مع الإطالات راح يكون في زيادة في قوة اليد اليسرى إن شاء الله مع الوقت. طبعا هو في كثير من الطرق لكن اختصرتها في طريقتين اللي أشوفهم أهم طريقتين، لأنه في أسئلة كثيرة حاب إني أعدي عليها كاملة. عموما أوكي، السؤال اللي بعده، دائما أسمع بالاستشفاء العضلي، إيش يعني الاستشفاء العضلي؟ باختصار هي الفترة اللي تكون بعد تمرين الحديد. مثل ما احنا عارفين في تمرين الحديد يكون فيه هدم للألياف العضلية وتكسير البروتين والكربوهيدرات والى اخره، فبالتالي الفترة اللي بعد تمرين الحديد هذه الفترة تسمى فترة استشفاء العضلات ورجوع الألياف العضلية او تعوض الألياف العضلية اللي خسرتها اثناء التمرين عن طريق الأكل السليم والراحة. هذه فترة الاستشفاء العضلي. السؤال اللي بعده يقول اللي مو قادر يحسب او يلتزم باحتياجه اليومي من الاكل شو يسوي؟ في كلمة اسمها التدريج، اذا ما قدرت تاكل 4 وجبات في اليوم حاول تاكل 3. ابدأ بالتدريج والكميات والعدد. مثلا شخص يحتاج في اليوم 400 جرام كربوهيدرات مثلا، يعني ما اقدر اكل 400 جرام كربوهيدرات، شو اسوي؟ ابدأ باللي اقدر عليه. لو كان 100 في اليوم ما في مشكلة، اليوم الثاني يزيد 10 20 30 40 إلى أن أصل إلى 400. وكل ما أنت جالس تتمرن، كل ما أنت جالس تبذل مجهود ويكون في نمو العضلة، إذا راح يكون عندك قابلية للأكل أكثر مع الوقت. هو الموضوع كله موضوع تعود فقط. حلو. السؤال اللي بعده، هل تمارين الحديد بدون كارديو تنزل الوزن، وخصوصا ان التمارين قويه ولمده ساعه فقط؟ فكر فيها كالتالي، تمارين الحديد يعني وشو؟ يعني حرق سعرات حراريه. لو تلبس ساعه سعرات حراريه مثلا وبعد ما تتمرن راح تشوف نفسك حرقت تقريبا 300 سعره حراريه او 200 على حسب شده التمرين، فبالتالي راح تنزل وزن اذا كنت انت ماشي على نظام غذائي يفيدك في انزال الوزن، لكن احتمال يكون النزول ابطا شويه من الشخص اللي جالس يلعب كارديو، الا اذا كان جسمك من الأجسام اللي تنزل بسرعة. أوكي، نصيحة للي يعانوا من ألم أسفل الظهر، هل في تمارين تحل المشكلة وتكسبك الليونة؟ خصوصا أن الألم مو من زمان، من شهر تقريبا. ألم يعني راحة، إذا كان في ألم في الظهر والألم هذا مستمر يفضل يكون في راحة، وإذا وصل الموضوع لموضوع الظهر اسألوا أخوكم في الله. إصابتين في الظهر جتني تقريبا قبل 2 سنين ورحت دكتور و
والراحة هي رقم واحد. عموما راح احط رابط تحت الحلقة في بعض التمارين اللي تساعد في تقوية عضلات الظهر. عموما راحة اسبوع اسبوعين الى ان يكون الالم خفيف ورجوع التمرين يكون بالتدريج، وان كان في الم زيادة فيفضل الراحة التامة. اوكي، السؤال اللي بعده، اللي دوامه متقلب نظام شفتات وعنده مشكلة في ترتيب الوجبات، هل يعوضها بالمكملات الغذائية اذا فوت وجبة مثلا، وقد ايش تكون الكمية؟ ويعطيك العافية. الله يعافيك. عادي جدا اذا ما قدرت تكمل احتياجك اليوم من الاكل، او مثلا كنت مشغول عندك شفتات ما قدرت تحضر وجبة وتاخذها معك، ما في مشكلة. اخذت بروتين بار او اخذت مثلا سكوب بروتين مع موزة مع ملعقة جبنة الفول السوداني، ما فيها ابدا اي مشاكل. حاول ان ما تخلي جسمك جائع اكثر من 3 ساعات. اوكي اوكي، ننزل نشوف. شنو السؤال هذا؟ اوكي، شنو تنصح شنو تنصح مكملات الضخامة والجسم عندي فيه فات، كيف اتخلص منها؟ مشكور لمجهودك. عموما سؤال مكملات الضخامة، راح في سيريس ماس، في البرو كومبلكس، في الدب الروسي، لكن بما انك عندك دهون فما انصح تاخذ مكمل لزيادة الوزن او الضخامة اللي هو الماس جينر. حاول اذا انت حاب تاخذ مكمل خذ شيء واي بروتين ايسوليت زي جولد زي ايزو زي نايتروتك، يكون صافي وقليل الدهون، قليل السكريات، قليل الكربوهيدرات، وقليل السعرات الحراريه. بالنسبه للشق الثاني من السؤال، كيف اتخلص من الدهون؟ راح تبدا برنامج غذائي طبعا، هذا رقم واحد. اكلك يكون منخفض الكربوهيدرات شوي، تبعد عن المقليات، تبعد عن السكريات، تبعد عن الاكل الخارج الغازيات والى اخره، وتركز شوي على الكارديو وتمارين الحديد. يعني ما تاخذ كارديو بس، لا، لازم تكون مع تمارين حديد، افضل في النتائج، اكثر في حرق السعرات واكثر فائده للجسم. السؤال اللي بعده، اللي يلعب كارديو ما هي المكملات اللي يحتاجها؟ ما هو الكارديو اصلا تمرين، يعني ما هو ما في مثلا مكمل خاص بالكارديو، ما في. ممكن تاخذ بي سي ايز برانشين امينو اسيد، الاحماض الامينيه، ما في ابدا مشكله. هذا يعتبر سواء كنت للكارديو او للحديد او الاخره، لان ما في شيء مخصص اسمه للكارديو. ممكن يكون لحرق الدهون، اوكي مثلا حرق دهون، لكن شيء مخصص للكارديو ما في شيء. مكملات الطاقه ما تشتغل معي، بالعكس تتعبني، هذا اكبر عيب لمكملات الطاقه. مكملات الطاقه تكلمت عنها في حلقه سابقه، اذا اخذت مثلا نقول مثلا سي 4، تاخذ على سكوب ويشتغل معك سكوب، بعد اسبوع تلاقي جسمك تعود على الماده، تعود على كميه الكافيين والى اخره، بالتالي عندك خيارين، يعني يا تزيد الكميه بالتالي راح تزيد المشاكل الصحيه مثلا ارتفاع الكافيين، او انك تشتري مكمل ثاني وبالتالي راح تخسر فلوس كل شوي، راح تضيع وقتك على مكملات الطاقه. عموما اذا ما تشتغل معك مكملات الطاقه انصحك تبعد عنها، ممكن تعوضها بالقهوه العاديه ويكون افضل لك صحيا. اوكي، السؤال اللي بعده، ما هي افضل طريقه وافضل مكمل للتخلص من المويه الزائده؟ اوكي، المويه الزائده، شوف انت ما تهتم فيها حاليا، تهتم في المويه الزائده اذا انت عندك نسبه الدهون قليله جدا ويكون عندك شويه بس تركز للماء تحت الجلد، فراح نقول لك عن المكملات. مثلا في مكمل اسمه واتر اوت، هذا مكمل للتخلص من السوائل اللي في الجسم شوي، او اكرمكم الله مدرار للبول. وايضا في اذا ما عندك مشاكل صحيه، ممكن تاخذ خل التفاح، ملعقه صغيره مع كوب ماء وتشربها مرتين في اليوم. راح خل التفاح ايضا من اموره انه يساعد في ادرار اكرمكم الله البول والتخلص من الماء المحتبس في الجسم، لكن لا تفكر في الماء المحتبس الا اذا كان نسبه دهونك منخفضه. اوف، وش السؤال؟ عموما إذا كان الشخص نباتي كيف يقدر ياخذ احتياجه من البروتين، خصوصا إذا كان ممنوع من البقوليات؟ والله بحثت عن هالموضوع لين عجزت. بروتين بار. السؤال اللي بعده من نفس الشخص، كيف ممكن للشخص يحافظ على وزنه وشكل جسمه في سفرة شوية طويلة، خصوصا أثناء السفر تقل الرياضة وتكثر خربطة الأكل؟ بشكل عام البعد، كل البعد عن أي أكل فيه سكريات او مقالي او الاكل المطاعم الدسم، المكرونات والى اخره، حاول يكون دائما اكل صحي، مشوي، دجاج مشوي، سلطه الى اخره، والبعد كل البعد عن مصادر زياده الدهون واللي تخرب شكل الجسم.
اوكي، السؤال اللي بعده من نفس الشخص، في حال كسرنا الدايت لمدة يوم هل يؤثر هذا على الوزن؟ وإذا أثر هل في نظام غذائي معين نسويه بعد الخربطة قبل أن نرجع للدايت مثلا اليوم اللي بعد الخراب يكون خالي من الحويات؟ اوكي، لاحظ سؤال طويل. هو راح يؤثر على الوزن شوية، ما هو تأثير كبير. إذا كانت وجبة واحدة بس، إذا كانت خصوصا الوجبة إذا كانت فيها كميات صوديوم عالية، اليوم الثاني احتمال كبير يكون الجسم يحتبس ماء، فبالتالي راح يزيد وزن. هذا الوزن ما في خوف، ممكن يومين ثلاثة يطير. لو كان يوم كامل من تخريب الدايت احتمال كبير يكون في مشكلة تطول شوية. وش تسوي؟ اليوم اللي بعد الوجبة المفتوحة أو اللي خربت في الدايت حاول الكربوهيدرات تكون جدا منخفضة، وترفع الكارديو حق الجسم يتوجه إلى حرق الدهون بشكل كبير. السؤال الرابع، بالنسبة لضعف العضلات كيف أقدر أساوي بين عضلات الأرجل في الجهتين؟ هذا السؤال جاوبت عنه أتوقع في السؤال الأول، الإطالات وتمرين، جاوبت عنه في السؤال الأول، إن في أسئلة كثيرة اسمحوا لي يعني جالس آخذ بسرعة. في هذا سؤالي، أنت شخص ناجح ليه ما تشارك في البطولات؟ يعطيك العافية أخوي أحمد، مشكور. إذا أنت شفتي ناجح هذه شهادة أعتز فيها. بطولات إن شاء الله بإذن الله مع نهاية السنة راح يكون تجهيز انا والكابتن عمرو باذن الله راح اختارنا بطوله وندخل. السؤال اللي بعده، ما هي مضار البروتين الايزوليت واي وكيف ممكن نتخلص من الرواسب؟ هل هناك فتره راحه بعد استعمال البروتين؟ طبعا البروتينات بشكل عام اذا ما عندك اي مشاكل صحيه من الاساس فان شاء الله ما في مشكله اذا استخدمته بالشكل السليم. كيف نتخلص من الرواسب؟ ما فهمت بالضبط شو معنى رواسب بكل امانه. وهل هناك فترة راحة بعد استعمال البروتين؟ فترة الراحة اختيارية، في ناس تاخذ بروتين فترات طويلة، وفي ناس تقطع شهرين ثلاثة، الأمر في الأخير راجع للشخص نفسه، لكن ما في شيء يقول والله خذ البروتين مثلا واقطع فترة، علمياً الأمر هذا ما في شيء مثبت يقول والله لازم تقطع فترة عشان تريح جسمك. عموماً السؤال اللي بعده، شلون اتقبل طعم البروتين باودر؟ لان الله يكرم كل من يقرا يجيني حالات استفراغ اذا شربته. عموما البروتين اذا ما خلطته مع ماء ممكن تخلطه مع حليب طين الدسم مثلا او مع عصير او الاخر من الامور اللي ممكن تحسن الطعم، ممكن تضيف شويه فواكه على الاقل تحسن نوعا ما طعم البروتين، لكن البروتين بشكل عام يعني ما هو الشيء اللي يقول والله ترى الطعم واو. فاذا كان بروتين طعمه سيء فبالتالي ممكن نضيف لبعض الاشياء اللي ذكرتها لتحسين الطعم. عموما السؤال اللي بعده وهذا تقريبا السؤال الاخير، هل اقدر اتبع جدول تمارين فتره طويله ولا لازم ابدل كل فتره؟ يفضل انك تبدل كل اسبوعين الى ثلاث اسابيع، اسبوعين ثلاث اسابيع يعطي العضله فتره ان تاخذ شكل التمرين وتتشكل بالتمرين، وبعد اسبوعين او ثلاثة ابدأ غير تمارينك عشان تسوي شيء من يسموه الخداع العضلي وتغير الروتين وتجدد كل تمارينك بشكل كبير حق تكون داخل في مود ثاني ومود تكون بعيد فيه عن الملل والرتابة. يعطيكم الف عافية، وهذه حلقة سؤال جواب لمتابعين الانستغرام، اتمنى تكون افدتكم بالاجابات، وان شاء الله راح يكون في سؤال وجواب لمتابعين اليوتيوب، وايضا سؤال وجواب لمتابعين السناب شات. اللي عنده سؤال او استفسار يطرح لي تحت الفيديو او يجي على حسابي في الانستغرام مو فتنس 131، والسناب شات نفس الشيء مو فتنس 131. يعطيكم الف عافيه والسلام.